السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم العنود أو عنودي XO. فيديو اليوم يا حبايبي بيكون شرح أو سرد أرعب وأغرب أنالوج قد شفته، وهو أنالوج The Thomson Extension أو غموض امتداد عائلة تومسون. طبعا شيء مهم لازم تعرفونه أن السلسلة طويلة مرة، وصلت ل 150 حلقة تقريبا، لكن بحاول في هالفيديو أني أسردها لكم بشكل مبسط وواضح وآخذ الأشياء المهمة بس. فقبل لا نبدأ القصة يا حلوين، لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وصلوا على النبي جميعا، وجيبوا لكم شيء تاكلونه أو تشربونه عشان تستمتعون معي بالقصة، وخلونا نبدأ الرعب. تبدأ القصة في الثمانينات، عام 1985، في بلدة أوريجن. اشتكوا الجيران للشرطة عن وجود أصوات مزعجة أو شديدة صادرة من بيت عائلة تدعى بعائلة تومسون. والشرطة أساساً من الأول ناويين يروحون لبيت عائلة تومسون لسبب ثاني غير الأصوات المزعجة، واللي هو التحقيق معاهم لتهمة التهرب الضريبي. فلما وصلت الشرطة لبيت عائلة تومسون، اكتشفوا أن العائلة مختفية بشكل غامض وما لهم أثر نهائياً. وعائلة تومسون تتكون من الأب دوغلاس والأم سوزن وبناتهم سارة وبيتي. فأول ما دخلت الشرطة للبيت، استغربت أول شيء من أثاث المنزل الغير عادي والغريب. فهنا قرروا الشرطة يبحثون أكثر، وراحوا لقوا البيت، وهنا كانت بداية لغز عائلة تومسون الغامض. اكتشفت الشرطة أن القبو كان فيه أثاث وكأنها غرفة صالة مو بقبو، لكن اللي استغربوه أكثر هو كثرة الستاير. فيوم شالوا الستاير، هنا انصدموا بوجود غرفة ورا غرفة ورا غرفة، وكل واحدة تصميمها أغرب من الثاني، يعني حرفيا زي الباك رومز بالضبط. والأغرب أن هالغرف ما هي موجودة في مخطط أرضية البيت. واعتقدت الشرطة بالبداية أن هالغرف الغريبة مجرد امتداد للطابق السفلي اللي هو القبو، لكنها غير معتمدة، يعني قصدهم أنها مو موجودة في مخطط أرضية البيت. لكن الشيء المرعب أنهم لقوا في واحدة من الغرف صورة أو لوحة غامضة للسيدة تومسون اللي هي سوزان، لكن شكلها كان مختلف وغريب. بس الشيء اللي أرعب منه هو أن سارة تومسون قبل لا تختفي هي وعائلتها بأيام، أعطت معلمتها ظرف وقالت أنه يحتوي على رسمة لليوم اللي راح يتحطم فيه الفراغ. ومن بعد قضية اختفاء عائلة تومسون الغامضة واللي ممكن ماتوا، ما تم اكتشاف لغز امتداد منزلهم الغريب ما بعد الحادثة. من عام 1985 اللي هي بداية السالفة أو قضية تومسون، إلى عام 1994، يعني خلال الفترة هذه كلها لا زالت قضية اختفاء عائلة تومسون محيرة وما لقوا أي أثر لهم. والأغرب من هذا، سكان البلدة لازالوا خايفين لكن متسائلين كيف العمدة الجديدة اللي هي ريجينيا جرين تولت منصب العمدة بهالسرعة وبهالسهولة بشكل غامض. وكانت تقول عن اختفاء عائلة تومسون وبيتهم المريب إنه مجرد أساطير ولعب أطفال. وبسرعة أقمعت جميع التغطية الإعلامية المتعلقة بقضية تومسون وبيتهم الغريب. طبعا قبل لا ريجينيا تتولى منصب العمدة، كان في قبلها عمدة سابق اسمه جوناثان كروفت. وأول ما صارت سالفة اختفاء عائلة تومسون ولغز بيتهم الغامض، راح بنفسه لبيت عائلة تومسون عشان يكتشفه. وبعد أيام من خروجه من بيت عائلة تومسون، توفى جوناثان في ظروف غامضة ومحيرة. وهالشي فتح مجال لريجينيا أنها توصل للسلطة بطريقة سهلة، لكن لا زالت غامضة. وبعدها أعلنت ريجينيا حالة طوارئ بسبب مخاوف غامضة تتعلق بالسلامة العامة، وتكتمت عن كيف كانت نهاية العمدة السابق جوناثان، أو بالأصح ما شرحت إيش اللي صار له بالضبط. هل فعلا العمدة جوناثان مات، أو اللي أنا أعتقده هو أنه اختفى بدون أثر في بيت عائلة تومسون الغامض؟
فتم تسمية بيت عائلة تومسون بامتداد تومسون الغامض، وقصدهم بالامتداد هو أنها الغرف الغريبة اللي موجودة بقبل البيت ما لها نهاية ومستمرة تمتد وتكثر، وكل غرفة تختلف عن الثانية بثيم معين وستايل غريب جدا. من الأشياء المهمة اللي سوتها ريجينيا جرين أنها أرسلت بعثة أو فريق لبيت تومسون عشان يحللونه ويعرفون إيش سالفة هالمكان الغريب، لكن برضو ريجينيا تكتمت أيضا عن هالموضوع وما جاب الطاري نتائج البعثة هذه، واللي واضح أنه صار لهم شيء. بعد هالأحداث اللي صارت من الاختفاء الغريب لعائلة تومسون وموت العمدة جوناثان المحير، بدت سلسلة جديدة من الألغاز الأكثر تعقيداً والغير مفهومة. اللي ما تعرفون عن بيت عائلة تومسون هو أنه يتميز بعدة أشياء غريبة ومرعبة، وكأنه في طاقة أو قوة غامضة بالمكان، وكلها تأثر نفسياً وجسدياً على أي شخص يقرب من بيت تومسون، وتخليه ينجذب ويدخل لامتداد تومسون سواء كان دكتور ولا عالم نفس ولا أستاذ، وكأن البيت عالم موازي وملعون. والحين بتفهمون أكثر إيش قصدي بهالفقرة. ننتقل الآن لضحايا امتداد بيت عائلة تومسون الملعون. الاختفاء المحير للشرطي بنجامين. بنجامين كان رايح لبيت تومسون ويسوي روتين المعتاد، وهو أنه يحقق ويفحص امتداد البيت. والمرعب أن الشرطي بن قضى ساعات الحالة ببيت تومسون الغامض، وفي اليوم الثاني بشكل مفاجئ أخذ بن إجازة مرضية، وكان يشكي من شعور ما يقدر يوصفه، لكن تقريبا المشكلة كانت زي الشعور بالتوعك. وبعد 3 أيام اختفى الشرطي بن هو وعائلته، لكن المرعب أن أمه باربرا هي آخر واحدة شافته، وقالت أنه جاني مع أطفاله في منتصف الليل وكان يصدر منه صوت عويل حزين وكان شديد ويقشعر البدن، وهو نفس الصوت اللي اشتكوا منه الجيران بداية اختفاء عائلة تومسون. فقال بن لأمه خذي أغراضك وتعالي معانا، لكن الأم طبعا رفضت وشكت بالوضع، فعشان كذا رفضت. وبعدين قالت باربرا أن لما رفضت أروح معاهم بدأ بن يتمتم بكلام غريب ويقول أنهم رايحين يشوفون السكيوبولد مير، واللي هي نوع من أنواع الفرس اللي يكون لها لونين وتسمى بالعربي فرس أبلق. المرعب أن الشرطي بن كان لابس كاميرا بالبدلة حقته وتم تصوير المنطقة اللي كان فيها، لكن الصورة اللي تم التقاطها كان فيها شيء غير مريح، والواضح أنه السبب في وجود هالغرف الغريبة وأيضا السبب في كل هالحوادث الغامضة والمحيرة. أيضا من أوائل ضحايا امتداد تومسون واحدة اسمها ليندا ماير، وهي مصورة وكانت من أعضاء أول فريق تم تكليفه بمسح وتوثيق امتداد بيت عائلة تومسون. والمنطقة اللي كانوا فيها هي ملعب الأطفال النابض بالألوان، لكن بنفس الوقت ليندا حست بشعور غريب وغير مريح ومقلق، وكأن في شيء مظلم وراء هالمكان. فبعد ما طلعوا من امتداد تومسون الغامض حاولت ليندا تتخلص من شعورها الغريب، لكن استيل مو بقادرة تنسى منطقة ملعب الأطفال. وبعد أيام صارت تجيها كوابيس مرعبة عن نفس المنطقة اللي كانت فيها، وقالت ليندا أنها رجعت لنفس منطقة ملعب الأطفال كطفلة مذعورة ومو بامرأة بالغة، وتحس بأن في شيء يطاردها. ومع تدهور صحة ليندا قالت آخر شيء أن جزء منها لازال ينتظرها في منطقة ملعب الأطفال. تم تشخيص حالة ليندا بحالة غريبة وما لها علاج، وهي الأرق المميت. الضحية اللي بعدها وهي امرأة اسمها شيفون دونهيو. شيفون كانت ضمن زي طائفة دينية مكونة من 6 أشخاص، وكانوا يدعون ويصلون بالمكان، لكن شيفون جذب انتباهها مكان كان مليان بالستائر، ولما شالت الستارة اكتشفت ان خلفها كان جدار فاضي. ومن بعدها شيفون حست بالفراغ بداخلها بشكل غريب، لدرجة انها كانت تاكل كثير عشان تتوسع وتملي الفراغ اللي بداخلها، لكن هالشي ما جاب النتيجة اللي تبيها.
واللي صار أن في يوم من الأيام عائلة شيفون بدأوا يشمون ريحة مرة سيئة، ويوم نزلوا للقبو عشان يعني يتبعون مكان الريحة اكتشفوا منظر مروع. لقوا شيفون حاشرة نفسها مع أنابيب إمدادات البيت، يعني أعاد توجيه أنابيب إمدادات المياه والتخلص من قمامة البيت مباشرة إلى مريئها، وهذا سبب الرائحة الكريهة. وطبعا هالشيء أدى إلى تضخم جسمها إلى أن ماتت. وتم تشخيص شيفون بإصابتها بمتلازمة الانصهار الظاهري، والمتلازمة هذه عبارة عن اضطراب عصبي نادر يتميز باعتقاد المريض الوهمي وإدراكه للاندماج أو الاندماج مع محيطه. غالبا ما تنبع هذه الحالة من تجارب مؤلمة عميقة تتعلق بمشاعر الفراغ أو العزلة أو التعرض لمساحات شاسعة تشبه الفراغ. وهذا اللي بالضبط اللي صار مع شيفون لما فتحت ستارة وشافت بس فراغ، يعني ما شافت شيء ثاني، فهذا الشعور اللي كانت تحس فيه وكانت تبي تملي الفراغ اللي بداخلها. تتذكرون بالبداية أول لوحة لقوها الشرطة اللي هي لوحة السيدة تومسون الغامضة سوزان؟ أيضا هي انتحرت وأضافت جزء من جسمها إلى لوحتها. طبعا اللي ذكرتهم تو هذول بعض الضحايا مو بكلهم، لأن عدد الضحايا وصل لستة وثلاثين ضحية. نجي الحين لسنة 1995 في بلدة هايفن ريدج، وهي بلدة أوريغون سابقا لكن تم تغيير اسمها. صارت حادثة غامضة ومأساوية في هايفن ريدج بلازا، ونلاحظ أن في تميمة المركز التجاري أو البلدة نفسها، وهي مارلين الفرس الأبلق، وهي أسطورة قديمة جدا. طبعا المركز التجاري كان كله حفلة ومهرجين وعائلات مع أطفالهم مبسوطين، لكن بشكل مفاجئ ومن العدم يظهر كيان مرعب على شكل فرس شيطاني ويبدأ يطارد الزوار. وفي خلال 24 ساعة تم إخلاء بلدة هايفن ريدج وصارت مهجورة، وما تم معرفة كم كان عدد الضحايا. وعشان نعرف تاريخ البلدة رح نرجع لورا قبل 15 ألف سنة تقريبا، وقت ما كانوا متواجدين الهنود الحمر اللي هم السكان الأصليين لأمريكا. كان في مستكشف أمريكي اسمه راندلوف بليك راح لقبيلة غامضة وتحب العزلة اسمهم قبيلة الأنالوكي، وقال راندلوف أن عندهم اعتقاد والعياذ بالله أنهم يعبدون الفرس الأبلق اللي هي مارلين، وأنها هي زي الهدية، لكن بالحقيقة هي مجرد كيان شيطاني يجلب الكوابيس والفوضى. وحسب اللي قرأته عن هالأسطورة أو الخرافة أنها بالحقيقة هي امرأة لكن ملعونة وصارت بهالشكل. فباختصار شديد القبيلة هذه خلاص ماتوا، بس الصادم أن منطقتهم هي نفسها بلدة أوريغون اللي صارت بالنهاية بلدة هايفن ريدج المهجورة. تم بناء بلدة أوريغون في أوائل القرن 19، لكن أول ما دخلوا لمنطقة قبيلة الأنالوكي سابقا حسوا بشعور غريب وهمسات من قبيلة الأنالوكي تقول لهم أنهم لازم يحترمون الأرض. ومع هذا السكان ما فهموا قصدهم، وأساسا كانوا طبيعيين، يعني ما سخروا منهم أو مثلا دمروا المنطقة، لأن بالغابة وبين الأشجار كان في كتلة رمادية غريبة الشكل تصدر طاقة غامضة، وأي أحد يقرب منها يحس بجاذبية غريبة لا تقاوم. وهذا نفس الشيء اللي حسوا فيه أهل البلدة وقت ما يقربون من بيت عائلة تومسون. وبعد سنوات تقريبا في حقبة الخمسينات أو الأربعينات فاز السيد دوغلاس تومسون بالمناقصة عشان ياخذ هالمكان اللي فيه الكتلة الرمادية ويطوره.
وتم إزالة هالكتلة الرمادية لتجارب وأبحاث علمية، لكن الغريب أن تم بناء أساسات بيت عائلة تومسون على نفس مكان الكتلة سابقا واللي تحمل أسرار قبيلة الأنالوكي. في السبع سنوات الأولى كان الوضع في بيت تومسون جدا عادي وطبيعي، لكن بعدين بدت الحوادث الغامضة والمريبة، زي أن بيت تومسون بدأ يتوسع ويمتد إلى ما لا نهاية زي ما يبغى دوغلاس. وكانت سوزان بالبداية فرحانة بالوضع وفرحانة أن عندها مطبخ كبير، لكن هالشي تغير لقدام، لأن سوزان بالأصل يعني ما كانت مرة حابة هذه الأشياء، وكانت عارفة أن الوضع له علاقة بالغموض والقوى الشيطانية اللي في امتداد تومسون. بس غرور وجنون دوغلاس زوجها خلاها تسوي له كل شيء يبيه غصبا عنها، وبدت ترسم جسر بين عالمهم والفراغ اللي تعيش فيه الفرس الشيطانية عشان ينكسر الختم وتتحرر مارلين وتتجول في عالمهم. لكن الامتداد نفسه هو عبارة عن كيان ثاني تماما لكنه ميت، فالشيء الوحيد اللي يسويه هو انه يستمر في تمديد بيت تومسون بدون حدود وبدون نهاية، واللي أثر نفسيا وجسديا على اللي يزورون بيت تومسون الغالب هي الفرس الشيطانية مارلين. بالنسبة للبنتين سارة وبتي، الواضح أنهم ممكن صاروا قربان للكيان مارلين، لأن في مكان بامتداد تومسون كأنه كنيسة لطائفة دوغلاس الشيطانية، وكانت فيها رسمة عبارة عن دوغلاس وكأنه حاكمهم والعياذ بالله، وبناتها الثنتين ماسكهم كأنهم ملائكة. فأتوقع الحين الصورة وضحت لكم أن دوغلاس وصل لمرحلة جنون العظمة، وأنه يشوف نفسه زي الإله والعياذ بالله، وأن جميع الناس عبارة عن شخصيات خلفية، وأنهم زي اللي لازم يتبعونه ويعبدونه والعياذ بالله. لكن ما كان يدري أن هذا الشيء راح يدمره، وهو فعلا دمره ودمر عائلته. فأنا مرة رحمت سوزان والبنتين الثنتين، لأنهم ما كانوا يبغون هذا الشيء يصير، لكن انجبروا بسبب أبوهم. أيضا تتذكرون قطعة الأثاث الغريبة اللي كانت موجودة على الطاولة وعليها وجه غريب؟ قرأت كثير تعليقات يقولون أنها هي السبب الأساسي، وممكن تكون مأخوذة من آثار الكتلة الرمادية نفسها. وآخر شيء، لقيت كذا صورة لآخر مرة انشافت فيها بيتي البنت الصغيرة. وبرضو لقيت فيديو ثاني يوضح إيش اللي حصل لبنات تومسون. اللي ما تعرفونه أن أسطورة الفرس مارلين تحتاج أرواح الضحايا عشان تقدر ترجع لهيئتها الحقيقية، وأظن هذا السبب في تأثر الضحايا بعد خروجهم من امتداد تومسون ثم يموتون بطريقة غريبة جدا. وبس يا حبايبي، إلى هنا وصلنا لنهاية أنالوج الغموض The Tomson Extension أو لغز امتداد تومسون. أتمنى أن القصة نالت على إعجابكم، وضروري تعطوني رأيكم تحت بالكومنتات، سواء يعني رأيكم بالقصة أو تحليلكم أو مثلا نظرياتكم، عادي يعني استقبل كل شيء وأحب أقرأ كلامكم يعني. وبس لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، أشوفكم بإذن الله في مقاطع ثانية.